السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض الستاند ده، نفس فكره ستاند ايكيا وكده، جميل قوي، لذيذ قوي في المطبخ، وطريقته سهله جدا جدا. ان شاء الله يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا. اول حاجه انا جبت 3 قطع كرتون مقاس 20 في 20 سنتي، ورسمت فيهم مربع من النص كده على بعد 3 سنتي من الاطراف في الثلاث قطع بالشكل ده، وبعدين بدات اقص الثلاث قطع دول بالقطر بالشكل ده كده. قصيته، هقصهم في الثلاث قطع، هيبقوا معايا كده، وبعدين اجيب واحدة منهم واعمل عليها غرق من الوش ومن الظهر. تمام، دي غرق خشب مخففينها بمية، اي نوع غرق عادي مش هتفرق. وبعدين اجيب قطعة كرتون الزقها في الوش وقطعة كرتون الزقها في الظهر، يعني احنا نلزق الثلاثة في بعض بالغرق، يعني هيبقوا معايا كده، سهله جدا يعني ما فيهاش اي حاجه. وهعمل واحده كمان زيها اللي هو هيبقى الجنب التاني بتاع الستاند. بعد كده جبت قطعه كرتون مقاس 30 في 20 واحطها، وابدا الزق عليها القطعتين اللي انا عملتهم دول، الزقهم على الجوانب بتاعتها كده بالشمع. اجيب كل واحده منهم املاها بالشمع كده واحطها على طرف قطعه الكرتون اللي هي 30 في 20 دي، وكذلك القطعه التانيه الزقها بنفس الطريقه، نحط عليها شمع برضو ونلزقها فوق، تبقى معانا كده. وده بقى شكله دلوقتي. هاخد بقى قطعة الكرتون اللي هي الأرضية بتاعته ديت، املاها كلها بالغرق كتير كتير كده، تمليها كلها، وبعدين تجيبي قطعة كرتون مقاس 25 في 20 وتلزقيها فوقها، اللي هو انا بقى لزقناها من جوه كأنها بتسند العمود اللي احنا حطيناها في الجنبين دي. وتاني نرجع نحط عليها تاني غرق برضو، ونحط فوقها طبقة كمان علشان نخليها متينة اكتر وتستحمل، يعني لو حطيتي فوقها حاجة او كده. حطيت عليها غيرة تاني وجبت قطعة كرتون تانية مقاس 25 في 20 برضو وحطيتها جوه. بس كده كملناه. بعد كده احط فوقها حاجة تقيلة طبعا عشان الغيرة دي كلها تنشف. بعد كده اجي على الجوانب بتاعتها احط غيرة، واحط فوقها اي ورق خفيف عندي عشان يدارة الفتحات اللي موجودة دي، ده اسمه ورق كرافت، او هتجيبي ورق جرايد او مناديل او اي ورق خفيف عندك نحطه على الجوانب بتاعتها. وكمان الغرة اللي احنا بنحطها دي بتخلي القطعة تمسك نفسها وتبقى ناشفة كده. وكده خلاص القطعة بعد ما غلفتها كلها بورق الكرافت. ممكن في الخطوة دي تجيبي ورق مطبخ اللي هو اللاصق ده اللي بيلزق، وتغلفي بيها الستاند بتاعك كله، بس انا قررت ادهنه بدهان بلاستيك، يعني جبت دهان بلاستيك دهنته طبقة باللون الابيض. ده شكله بعد ما دهنته باللون الابيض. ممكن لو حباب اللون الابيض تعملي فوقه طبقه كمان، لكن انا عملته باللون اللي هو البيج الفاتح قوي عشان يكسر حته الابيض شويه. وبعد كده جبت الورنيش المائي دوت وعملت فوق القطعه كلها عشان يحميها من اي ميه تنزل عليها. وبس كده، يبقى ده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.